مشكلة بتواجه ناس كتيرة جدا من مستخدمين الكمبيوتر وتحديدا في الجيمز، وهي انك لو حابب ان انت تقلد مستخدمين البلاي ستيشن في ان انت تجيب دراعات مثلا زي كده وتشغلها على الالعاب. للأسف الدراعات اللي هي بتأكسس على كل الالعاب وخصوصا الاونلاين زي مثلا فورتنايت او كول اوف ديوتي او حتى بوب جي لايت، الدراعات اللي هي بيكون سعرها غالي اللي هي بيكون زي النوع دي، وحتى الرخيص منها اللي هو مثلا بيكون زي كده اللي هو بتاع الاكس بوكس 360، والدراعات دي للاسف الشديد بتلاقيها اسعارها غاليه زي ما اتفقنا ب 800 جنيه 1000 جنيه، الرخيص منها بيبقى الدراع الواحد بحوالي 300 جنيه 400 جنيه، وعلى النقيض بيكون في الدراعات اللي هي بيكون سعرها رخيص اللي هي بيكون اسمها دول شوك اللي هي بتبقى زي كده. الدراعات دي اللي هي دايما بتلاقيها جايين دراعين مع بعض، الدراعات دي بيكون سعرها رخيص جدا، انت تقدر تشتري دراعين بالمنظر ده ب 50 جنيه، ولكن مشكلة الدراعات دي ان هي ما بتاكسسش على كل الالعاب اللي موجودة عندك على الكمبيوتر. النهاردة هوريك ازاي ان انت تخلي الدراعات دي تشتغل على كل انواع الالعاب اللي موجودة عندك على الكمبيوتر. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش طبعا لايكاتك المهمة عشان انت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس. يلا بينا. بص يا صديقي العزيز ويا صديقتي العزيزة، لو في بنات برضو بتحب اللعب بالدراعات، بص اللينكين اللي موجودين هتلاقيهم موجودين عندك في الديسكريبشن اللي هو اللينك ده واللينك ده. ندخل مثلا على اللينك اللي هو بتاع جوجل درايف، نعمل هنا كوبي ده اللينك الاولاني اللي هو بتاع جوجل درايف، تمام؟ هتفتح لك جوجل درايف، ده الفولدر ده انت مش هتدخل عليه، انت هتيجي هنا وهتدوس على دي هيعمل هو لوحده داونلود، تمام؟ ايه بقى اللي هتلاقيه؟ انا هعمل لها داونلود اصلا فايه فمش هعمل تاني، احنا نقفل بقى كده، نقفل هنا. هينزل معاك الوين رار ده، هتفتح الوين رار هتلاقي جواه فولدر اللي هو جويستيك كده، هتطلعه مثلا بره هنا كده، تمام؟ ادي الفولدر اهو ماشي، هو بيقول لي يعني عايز تحط مكانه ولا لا، لان انا نزلته فعليا يعني. هتفتح الفولدر بالمنظر ده، هتسطبهم بالترتيب، هتيجي هنا انستول فيرست، هتروح مسطب دي تسطيب عادي جدا، وبعد كده هتسطب دي وبعد كده دي وبعد كده دي بالترتيب. لو في واحده فيهم ما تسطبتش معاك عادي مفيش مشاكل، سطب اللي بعديها، هتلاقي لان دي درايفرات توصيفات يعني للدراعات او لنوعيه الدراعات دي على الكمبيوتر، فاللي موجود منهم مش هيرضى يتسطب عادي. بس قبل ما تعمل الحركه دي نصيحه، ادخل على الانتي فيروس بتاعك وافصله. بتفصله منين؟ بتدخل من هنا كده وبتدخل هنا عند مانج سيتنج وبتعمل دي اوف، وممكن ان انت تعمل دي اوف، وطبعا يستحسن ان انت تفصل النت ما دام عملت دول اوف علشان لو ايه في فيروس حاول يدخل الجهاز بتاعك ولا حاجه. وهتبتدي تسطب دول زي ما اتفقنا. اول ما هتسطبهم اللي هيحصل معاك كالاتي، هتلاقي البرنامج ده هو اللي اتفتح، شايفين البرنامج ده؟ هتشغل البرنامج، هتلاقي البرنامج اشتغل معاك، تمام؟ بص كنترول 1 وكنترول 2 دي انت مش هتلاقيها، ده انا عاملها انا بعد ما خلصت، انت مالكش دعوه بالكلام ده. هتيجي عند الدراعات بتاعتك وتشغلها، هتنور الدراع، اول ما هتنور الدراع هتلاقي في ايه حاجه ظهرت اللي هو توين جيم باد دول، تمام؟ هتيجي بقى تدخل تعمل له ايديت، بس انت محتاج ان انت تظبط الزراير بتاعته. هتظبط الزراير بتاع ازاي؟ اول حاجه هتدوس على اد كنترولر اللي هي دي، هتلاقيه هو بيضيف لك هنا الكنترول، هتدوس عليها مرتين بحيث ان انت هتضيف دراعين، ولو انت موصل 3 او 4 ايا كان هتدوس عليها بالعدد بتاع الدراعات اللي انت عايز تضيفه، تمام؟ هتلاقي المنظر قدامك بالمنظر ده اول ما تدوس على اد كنترولر. هتيجي عند ايديت هتدوس عليها، هتبتدي تظبط، المفروض ان كل ده انت هتلاقيه فاضي، تمام؟ طيب هتظبط ازاي؟ هتيجي عند كونفيجريشن، هتدوس كده هتلاقيه بيقول لك حرك يمين وشمال، اول ما تحرك يمين وشمال هتلاقيه هنا ماكسيمم فاليو اتقرت 100، هتروح دايس سيف. انا طبعا هعمل كانسل عشان انا عامل الكلام ده. نيجي للي بعديها نفس الكلام، بيقول لك اعمل فوق وتحت، طبعا حاول تعمل فوق وتحت مظبوط، ما تجيش بورب علشان للاسف هو في الحاله دي هيفهمها كده، تمام؟ مجرد ما تعمل فوق وتحت هتلاقيه ماكسيمم فاليو 100، هتدوس سيف برده نفس الكلام، وهكذا في كله. بس في نقطه هنا مهمه جدا، لما تيجي تعمل فوق وتحت بعد ما تخلص الحاجات دي، في زي تيست كده على اليمين اللي انت شايفه ده، المفروض ان انت بتجرب الدراع،
تعمل فوق وبتعمل تحت شمال يمين. الجويستيك التاني اللي هو في نفس الدراع اللي انت ماسكه في ايدك لو لقيتها معكوسة هنا يعني بتعمل فوق عمل معاك تحت او العكس بتيجي عند انفيرت وبتدوس عليها. ففي الحالة دي هو بيعكس. بص كده معايا هنا اللي بيحصل لما بدوس انا دلوقتي بعمل فوق بص عمل تحت اروح دايس على انفيرت دي اعمل فوق بس جات معايا فوق تمام. وهتبتدي تظبط كل حاجة بقى هتيجي هنا مثلا لا سوري هتيجي هنا تعمل configuration هيقول لك الزرار دوت مثلا هنا الزراير هتعملهم كلهم بالترتيب. وبعد ما تخلص كل حاجة هتنزل تحت. على فكرة انت لو دوست على configuration all ممكن يجيب لك الزرار كلها بالترتيب ويمشي معاك واحدة واحدة بدل ما انت تقعد تدوس بالماوس وبتاع تمام. بعد ما تخلص عادي جدا هتدوس اكس تمام هتعمل الدراع الاولاني وهتعمل الدراع الثاني وبعد كده في الاخر خالص هتيجي هنا وهتعمل سيف كونفيجريشن. وبعد ما تدوس على سيف هتدوس على ستارت دي وستارت دي كده البرنامج شغال والدراعات خلاص مقرية على الكمبيوتر. وممكن طبعا تعملها من هنا سيف كونفيجريشن بس كده انا خلصت. طيب ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل دلوقتي لما دوست ستارت هنا خلاص مجرد ما البرنامج هيشتغل الدراعات كده خلاص هي متوصفة مع الجهاز. طيب لو انا قفلت البرنامج دلوقتي لا كده الدراعات مش هتشتغل. يبقى الحل الوحيد ان انا اول ما ابدا الكمبيوتر وهبتدي العب لعبه عايز اشغل عليها الدراعات دي ان انا اروح مشغل البرنامج ده هتلاقي كل حاجه خلاص شغاله معاك. شايف كل حاجه خلاص شغاله وتروح منزله تحت مينيمايز كده وتلعب اللعبه اللي انت عايزها هتلاقي الدراع شغال معاك. بس يا صديقي هي دي الطريقه يا رب ان شاء الله تنفع معاكم. طبعا لو ما كنتش عملت لايك في اول فيديو ما تنساش تعمل لايك دلوقتي وما تنساش انت تشترك في القناه لو ما كنتش اشتركت. ما تنساش طبعا تفعل زرار الجرس وبس. يلا سلام عليكم.